قرأنا ودرسنا كثيرا في فقه المعاملات وفقه الأخلاق والسلوك، ولكن هل أخلاقيات المسلمين اليوم ومعاملاتهم تعكس صورة الإسلام الحقيقية؟ نحن ما زلنا نعيش في أزمة، أزمة قيم. نحن بحاجة إلى صحوة، إلى نهضة في عالم القيم، عالم الأخلاق. نحن بحاجة اليوم إلى الرجل الأمين، وإلى الموظف المخلص، وإلى الأب العادل، وإلى المرأة الصادقة القوية. نحن اليوم نخشى غش التاجر وخداع البائع وعدم الوفاء بالكلمة واحترامها. من أجل هذا سجلنا هذا البرنامج القيم في السوق، مع شخصية عرفت بإسهاماتها التجارية والخيرية، مع رجل ذو خبرة وذو تجربة عظيمة وكبيرة جدا وخاصة في المجال التجاري والخيري، مع سعادة الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، في حوار فيه منتهى الجرأة وفيه منتهى الصراحة، كما أن في هذا الحوار الخبرة والتجربة. سعادة الشيخ صالح، نرحب فيك مع أولى حلقات برنامج قيم السوق، فأهلا وسهلا فيك. وطالما نحن نتكلم عن القيم، وعندما اطلعنا على خطة الغرفة الإسلامية وحضرتك مع فريق العمل وضعت أكثر من هدف في هذه الخطة ووصل إلى 20 هدف، كان أول هدف كتبته سعادة الشيخ حول القيم. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا وضعتم القيم في أولى الأولويات وهو الهدف رقم 1؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وحضرتك شيخ جاسم ومشاهدين قناة اقرأ في جميع أنحاء العالم بخير إن شاء الله، بمناسبة قدوم هذا الشهر الفضيل، موسم الخير الذي يأتي لا أقول فقط على الأمة الإسلامية وإنما على البشرية جمعاء. ثم أحمد الله سبحانه وتعالى القائل: وإنك لعلى خلق عظيم، والقائل سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقائدنا محمد بن عبد الله القائل ما معناه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا كان سيد البشر ينسب بعثته لإتمام مكارم الأخلاق ولم يقل إنما بعثت لأدعو للتوحيد، لأن التوحيد جوهر الإسلام، ولكن مكارم الأخلاق، الأخلاق في حياة البشرية لها مكانة عظيمة في كل الأديان السماوية. وعندما وضعنا خطة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ل10 سنوات القادمة، والتي تضمنت كما تفضلت أكثر من 20 هدف، نعم، كان الهدف الأول إحياء القيم الأخلاقية للتجارة. نعم. بدون قيم لا قائمة لتجارة ولا نهضة ولا مكانة بين الأمم. ورحمه الله الشاعر الذي يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبوا أخلاقهم ذهبت. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يصف رسوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، ويصف بأنه رحمة للعالمين، والرحمة هي من القيم، هي من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسمائه الرحيم، ولكن مطلوب من البشر أن يحاولوا أن يتخلقوا بصفات الجمال في الله سبحانه وتعالى.
هناك صفات للجمال مثل الرحمن، الرحيم، الغفور، الكريم، هذه الصفات نحاول أن نتأسى أو أن تكون لنا منها، بينما الصفات الجلال لله سبحانه وتعالى لا يحب الله أن يتخلق أحد من خلقه بها. الكبرياء، الجبروت، الأشياء. فإذا كانت الرحمة وهي خلق لها هذه المكانة، وإذا كانت القيم في حياة البشرية جميعا تأتي بعد توحيد الله سبحانه وتعالى مباشرة، عليها تبنى نهضة الأمم. نهضة الأمم تبنى على العلم، ولكن أحيانا هناك علم بلا أخلاق لا فائدة منه، والتجارة والدنيا الأعمال إذا لم تكن هناك أخلاق وسلوكيات تحكم المجتمع التجاري، بل تحكم كل المجتمع، ولكن نحن قلنا إحياء الأخلاق في التجارة، القيم الأخلاقية في التجارة. انتشر الإسلام في ربوع آسيا وأفريقيا مع التجار القدوة، لم ينتشر بفتوحات ولا بسيف، وإنما انتشر مع التجار الذين كانوا يتحلون بأخلاق عميدة حسنة تجعل المجتمع الذي يعيشون فيه يعجب بهذا الدين العظيم. أيضا القيم هي نفس القيم في كل الديانات السماوية، بل أن بعض الديانات التي لا نعرف أنها سماوية تدعو للقيم الأخلاقية العالية. لذلك السبب رأينا أن هذا الهدف هو الأساس، هو القاعدة التي تبنى عليها كل النهضة. طيب سعادة الشيخ، يعني تفضلت قبل قليل بذكر مصطلح القيم، وبعدها تكلمت عن الأخلاق وكيف أن الفتوحات في جنوب شرق آسيا وغيرها من الدول كانت بفضل التجار القدوة. هل تقصد من القيم الأخلاق، أم لكم تعريف آخر للقيم؟ فما هو مضمون القيم حتى بس الواحد يتفق على المعنى؟ هو الحقيقة هناك ثلاثة ألفاظ تكاد تعطي نفس المعنى، ولكن اللغة العربية ثرية، فتجد أنه لكل منها قصد أو يستخدم في حالة معينة. عندك القيم، الأخلاق، السلوك. هذه الثلاثة الألفاظ قد تجد في المعاجم لها معاني كثيرة وتستخدم في مواضع مختلفة، ولكن هي في الواقع الثلاثة عبارة عن صفات نفسية يكتسبها الشخص يتصرف بموجبها، قد تكون خلق حسن وقد تكون خلق سيء، قد تكون قيمة إيجابية وقد تكون قيمة سلبية، قد يكون سلوك جيد وقد يكون سلوك خاطئ. تستخدم هذه في موضع وهذه في موضع، لكن في النهاية هي التصرفات الإنسانية، سواء كانت أفعال أو ردود أفعال. هذه الثلاثة الألفاظ تحكم هذه التصرفات. طيب سعادة الشيخ، عادة عندما تصاغ الأهداف يكتب الهدف بناء على مشكلة موجودة في الواقع،
ونحن عندما نصيغ الأهداف نصيغ هذا الهدف حتى نعالج هذه المشكلة. فهل أنتم اطلعتم على دنيا الأعمال وعلى سلوكيات رجال الأعمال مثلا في عالمنا العربي والإسلامي، وتبين لكم أنهم بحاجة إلى التذكير بالقيم الأخلاقية، وبالتالي وضعتم هذا الهدف هو رقم واحد؟ شيخ جاسم، مشكلة القيم ليست مشكلة مجتمع الأعمال في الأمة الإسلامية، هي مشكلة مجتمع الحكام ومجتمع السياسيين ومجتمع الأعمال ومجتمع الطلبة ومجتمع النساء ومجتمع الرجال. للأسف أخذنا من الإسلام أشياء جيدة إن شاء الله، العبادات، ولكن السلوكيات للأسف نادرا ما تجد المسلم الملتزم بصلاته وبصومه، ونادرا ما تجد المسلم الملتزم بالأخلاقيات الحميدة في كافة تصرفاته. فلهذا عندما ذهب الإمام محمد عبده رحمه الله إلى الغرب وقال القول الشهيرة أنه ذهب وجد إسلام ولم يجد مسلمين، وجاء هنا ووجد مسلمين ولم يجد إسلام، هي قولة شهيرة أعتقد أنها للإمام محمد عبده أو لأحد العلماء المصريين الذي ذهب للدراسة في باريس، ولكنها قولة فيها تجني، لأنه الأخلاق ليست حكرا على المسلمين وحدهم، الأخلاق في كل الديانات تدعو إلى الأخلاق. الآن الدول الإسلامية هي أكثر الدول في العالم عدم تمسك بالقيم الأخلاقية. نعم سعادة الشيخ، ولذلك سنقف عند هذه النقطة بعد الفاصل بإذن الله. سعادة الشيخ، توقفنا قبل الفاصل عن جملة ذكرتها بأنه الدول الإسلامية أشد فقرا، ولم تتم هذه العبارة، تفضل سعادة الشيخ. للأسف نجد أن الدول الإسلامية الآن وبمستويات مختلفة هي أقل الأمم أخلاقا، وهناك إحصاءات عالمية، أكثر 10 دول فسادا في العالم دول إسلامية، أكثر دول فقرا في العالم دول إسلامية، أكثر دول جهلا في العالم دول إسلامية. نسينا، لا أقول تماما وإنما نكاد نكون نسينا الأخلاق، وحتى عندما أنادي بالأخلاق أريد الآخرين أن يطبقوها، ولكن أنا ما يمشي علي هذا المعيار، أريد من الآخرين أن يكونوا مسلمين، لكن أنا هل أنا مسلم بكل المقاييس؟ هذه لا نأخذها في الاعتبار دائما. فمشكلة القيم لا تقتصر على مجتمع الأعمال، وإنما على كافة فئات المجتمعات الإسلامية. طيب لو انطلقنا سعادة الشيخ من كلمة الأنا منذ قليل، وقلت أنا أريد من الآخر أن يتغير لكني أنا مختلف، لو توجهنا إلى شركاتك ومؤسساتك
وأنا أعرف أنه حضرتك رجل أعمال ولديك كثير من المؤسسات والشركات. طيب هل أنت تطبق هذه المنظومة، منظومة القيم، من خلال أعمالك، من خلال تجارتك، من خلال شركاتك، بل حتى على موظفينك؟ هل في تجربة معينة ممكن نسمعها لكم في هذا الاتجاه؟ الكمال لله وحده، وكل منا يحاول أن يصل إلى درجة من المثالية. في الواقع في حياتي نقطة تحول كبيرة عندما بدأت أتفهم الاقتصاد الإسلامي على يدي الله يرحمه الشيخ الشعراوي ووالدتي الله يرحمها وشخص ثالث الأستاذ بهجت سعد خليل، كلهم انتقلوا إلى جوار ربهم وأدعو لهم بالرحمة. على يد هؤلاء الثلاثة تعرفت على الاقتصاد الإسلامي، ثم بدأت أتعرف على القيم الأخلاقية الإسلامية، أحاول أن أطبق ما استطعت، ولكن أحيانا أنسى. فمن محاولات التطبيق ما استطعت أنه من عام 1400 يعني قبل 29 سنة هجرية أفتخر بحمد الله أنه في مجموعة دل البركة يوجد شيء اسمه العهد الوظيفي. عادة توقع عقد مع الموظف يبين بعض الأشياء الإدارية، نحن جزء من عقودنا سواء كان مسلم أو مسيحي يوقع العهد الوظيفي. العهد الوظيفي تضمن تذكير بما يجب أن يتحلى به من قيم في تعامله مع رب العمل، في تعامله مع العملاء، في تعامله مع زملائه، في تعامله مع أهله. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بقدر الإمكان نحاول أن نطبق هذا العهد الوظيفي، ولكن أنا بشر. أذكر لك تجربتين مرت علي في نفس الموضوع. نعم. لما بيقول لك أخطئ وده، تعودنا للأسف إنه إذا جاء تلفون وقالوا لي الشيخ جاسر المطوع يبغاك وأنا ماني فاضي أو ما أبغى أكلم جاسم المطوع، أقول لي حق السنترال قل له مو فيه. طيب كيف أبغى أبنائي يتعلموا الصدق؟ مين علمني هذا الكلام؟ بنتي هديل. مرة جاء تلفون في البيت وقلت لها قولي له مو في. كم كان عمرها وقتها يعني؟ كان عمرها يمكن 6 سنين. من زمان يعني، كانت صغيرة. ايه نعم. 6 سنين. انا خجلت من نفسي. قالت لي يا بابا انت تقول لي لا تكذبي، انت موجود كلمه. اخذت درس موقف كان من طفلة عمرها 6 سنين. 6 سنوات. فلهذا لا يمكن لأحد أن يدعي الكمال، وإنما علينا أن نحاول بقدر في تجربة ثانية سعد الشيخ قلت عنها، في تجربة ثانية برضو من بنتي. نعم. عمرها يمكن 14 سنة. ذهبنا نريد أن نشتري سيارة لها، فالرجل
صاحب المعرض عرض انه يشتري سيارتها القديمة عشان يغرينا نشتري السيارة الجديدة. فقالت له السيارة برا المعرض، لكن لاحظ مدشدشة، طاحت عليها طوبة، انصدمت كثير، ماني عارف ايه. فأنا التفت عليها وقلت لها انت ما تصلحي تدخلي قسم التسويق ابدا، ما حتنجحي في التسويق. قالت لي يا بابا لازم اقول له العيوب اللي في السيارة. ما درستها هي، لكن الفطرة البشرية نحن من القواعد التجارية الهامة في الإسلام ألا تزين سلعتك بالكذب وبالحلف، وألا تخفي عيب السلعة. يجب أن، فأنت بتسألني أنا بطبق، أنا بحاول، لكن قد تجدني أحيانا بأسوي تصرف عكس اللي بيقوله. طيب سعادة الشيخ، يعني موضوع التجربتين اللي خضتهم مع أولادك والمثال والنموذج اللي طرحته للعهد اللي بينك وبين الموظفين أو بين دل البركة والموظفين، يعني هذه كلها محاولات لتفعيل وإحياء منظومة القيم، لكن يبقى الموضوع صعب. يعني الآن لو ناخذها على سبيل المثال، الصدق، الإخلاص، الوفاء، أولا من الصعب تطبيقها، وثانيا من الصعب مراقبتها. فهل يعني ترى أنه وضع هدف رئيسي في الغرفة التجارية وهو الهدف الأول، هل متوقع أنه تنفيذه بهذا السهولة وبهذه المكانة؟ شيخ جاسم، في الخطة كما عرضتها 20 هدف، منها أهداف تحتاج إلى تنفيذها إلى مئات المليارات، ولكنها ليست صعبة. أصعب هدف هو الهدف الأول، إحياء القيم الأخلاقية. لا توجد أشياء مادية رأسا تقدر توجد بها هذا الهدف أو تحقق بها هذا الهدف. ولهذا تذكر طلبت منك إنكم تضعوا على الإنترنت إنه بعض القيم، ونطلب من المشاهدين إنهم يعطونا آراء وحلول وطرق مختلفة لإحياء القيم، لأنه لا توجد وصفة سحرية أو دواء سحري أخذه وأقوم سلوكي وسلوك المجتمع به. نحتاج إلى مئات الأفكار وإلى ألوف الأفكار، وأنتهز هذه الفرصة في هذا اليوم الأول من رمضان، وأتوجه للسادة والسيدات المشاهدين لقناة اقرأ، أن من عنده فكرة لوسيلة أو آلية نستطيع أن نحيي بها القيم. أنت ذكرت لي أنكم تلقيتم على الإنترنت إجابات. نعم، مجموعة أفكار وسنستعرض بعضها، ولكن الآن من شاشة اقرأ، وأتوجه للمشاهدين في كل أنحاء العالم، كيف يا إخواني وأخواتي، بل ويا أبنائي وبناتي، كيف نستطيع أن نوجد وسائل وآليات نحيي بها القيم الأخلاقية في أمتنا؟ لأنه بدون قيم لا قيامة لنا، لا قيامة يعني لا نهوض، مو قيامة يوم القيامة. فأرجو إذا في عند أحد أي وسائل أن يعرضها أو أن يبعث بها إلى قناة اقرأ، على الإيميل، على بريد، على أي شيء. نريد أن نتعاون جميعا، وأحب أن أنتهز هذه الفرصة وأذكر لك أنه في مؤتمر القمة
الأخير الإسلامي الذي عقد في داكار، نعم، صدر نص صريح يحمل الغرفة الإسلامية للتجارة، نعم، مسؤولية إحياء القيم ومراقبة الحلال والجودة. نعم. أضافوا علينا عبء كبير. كبير، نعم. شكرا سعادة الشيخ صالح، الوقت داهمنا وحقيقة الكلام قيم جدا، وخاصة استفدنا من بعض القيم اللي عرضتها بالإضافة إلى التجارب الشخصية. أنا طبعا وصلتنا حقيقة مجموعة من الأفكار العملية ربما سنتناولها من خلال حلقات هذا البرنامج، ونذكر الإخوة والأخوات المشاهدين على شاشة قناة اقرأ أن يتواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني الذي يشاهدون على الشاشة من خلال تفعيل القيم ومن خلال تحويل هذه القيم، الأمانة، الصدق، الإخلاص، وسنتناولها من خلال هذه الحلقات إلى أفكار ومشاريع عملية، وسنوصلها إلى سعادة الشيخ صالح بإذن الله، وبإذن الله تتبناها الغرفة التجارية عن قريب بإذن الله. نشكرك سعادة الشيخ مرة أخرى، ونتابع معكم الحلقة القادمة بإذن الله. مع السلامة.